الفيديو في مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد اللي صارت قبل تقريبا حوالي أسبوع، مباراة لحين ما خلصت، باقي لها تقريبا حوالي 6 دقائق. الأبو والبنت طالعين والمذيع يقابلهم، وشوف الترجمة جزاه الله خير، هذا اللي ترجم قال هناك في 7 دقائق لحين، ليش لحين مو واثق؟ قال الطفلة صراحة حيل متوترة وما بيها أنها يعني تحزن حيل، مع اني يعني ما زلت اقول ان نستطيع ان نسوي ريمونتادا، يعني نقلب النتيجة. اثناء كلامه اسمع الجمهور وراه كانت النتيجة 1-1 والدقيقة 92، يعني يعني كلش، لكن قلبوا النتيجة بالهدف اللي صار بدقيقة 92. شوفوا الإعادة، كان خايف على البنت يعني ما يبيها تتضايق على قولته. ريمونتاد أول ما قالها لاحظوهم ردوا المباراة، يلحقون على الفرحة داخل. شوف مساء طالعين، ردوا راح يركضون داخل بيشوفون الملعب. راحوا